انت اللي في الصندوق ولا اللي برا؟ نعم. لا لا لا، الظاهر اننا غلطانين. مع السلامه. متاكدين ان اخوي ميت؟ ابوي اصبر شويه، دحين هو اخوك ولا انت؟ ايش الهرجة؟ هذا اخوها التوأم سعد. طيب والحرمه اللي اعطتنا الصندوق؟ ترى هي سبب مشاكلنا كلها. وين تليفون احمد؟ هذا هو. هات. وترى الاتصال جاء منه. والصندوق؟ الصندوق في الاستراحه مع خوينا تركي. يا جماعه والله ما لي دخل. انا سمعت يقولون جثه ومنشور صندوق وقالوا لي احرس الصندوق ولا والله. يا جماعه خير يا تركي؟ وش انت مسوي في استراحتنا؟ هذه استراحتكم؟ ياوا تفضل. اقول لك انت وياه احسن لك تعترف وين وديتوا الجثه. قسم بالله ما ادري، كانت في الصندوق. دخلت دوس المياه طلعت اختفت. بلا لف ودوران واستهبال زايد. قولوا لي وين الجثه. وين هم ليلو ذولا؟ خيرا بينوا. لو سمحت، على ما اظن اني نسيت جوالي في الصندوق اللي انا جيت فيه، ممكن تشوف لي؟ ومن انت اصلا؟ انا؟ تركي، ما هو قضيتنا؟ يعني بالله ما تدري ايش قضيتنا الى الحين؟ لا ما اعرف. قضيتنا يا كفتة علشان وانا وانت نعرف الاشكال هذوليك شباب الاستراحة. مشعل، ترى ما في داعي لإنكارك، كل الأدلة تشير إنك أنت القاتل. المهم إن الرجال طلع حي طال عمرك. الرجال حي، لكنك متهم بالشروع بالقتل ومحاولة تضليل العدالة. والله ما كنت أقصد، الخوف هو اللي خلاني أسوي كذا. اسمع، أخباك تحكي لي القصة من الأول إلى الأخير. كنت أكدب سيارتي في السوق، الرجال ركب معي وطلب أوصل للبيت، وعند البيت اختلفنا على الأجرة. تبين لي إنه مات. خفت، قعدت أدوج في الشوارع ساعة أفكر وش أسوي فيه. أخيراً جتني فكرة أورط فيها شخص ثاني، وما جاء على بالي إلا حقين التوصيل. طبعاً ما أقدر أتصل عليه من جوالي. بس أنتوا كيف عرفتوني؟ كل مجرم لازم يترك خلفه دليل، وأنت تركت أكثر من دليل، وأبسطها صورتك اللي تركتها عند محل العبايات. هل اشتريت منه؟ والله ما قصدت. يا عسكري، خذنا التوقيف. ترى الرجل اللي سلمكم الصندوق مسكناه. بس اللي سلمنا الصندوق حرمة، ما هو برجال. كان رجل متنكر بزي حرمة. آسفين طال عمرك، كنا من الخوف تصرفنا غلط. طيب إذا كان هذا الجثة، هذا إيش قصته؟ هذا أخوي أحمد توأمي. يوم شفتوني أول مرة في حارتكم كنت أسأل عليه، قلت يمكن أحد شافه ولا شيء. بس والله الرجال يوم قابلناه شكله كأنه ميت. فعلا فعلا، هو أخوي مريض عنده مرض نفسي، لما يعصب تجي إغماءة كأنه ميت. أنا أحب أعتذر على كل اللي سببته لكم، ما كان قصدي، أتأسف. عموما يا شباب، الحمد لله أنها جات على كذا، والآن تقدرون تتوكلون على الله وتمشون.